السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. أكلم الشيخ؟ معكي. لو سمحت، أنا كنت رايحة عمرة، وبعد ما دخلت بلعت جواز السفر وخدت الفلوس ورحت أحجز العمرة، راح قالوا لي إنه العمرة لازم تكوني بمحرم. طيب، ورحت ما رحتش. أعمل لازم أروح بمحرم وأنا ست كبيرة. انت خلاص قدمت يا والدة؟ لا، انا ما ايوه انا رايحه على 60 سنة. لا يعني قدمت للعمرة؟ لا، ما انا خدت جواز السفر ورحت للشركة اللي رايحة فيها. طيب، في معك رفقة امنة ولا لا؟ ما ايوه اكيد هم هيوفروا لي في الشركة. لا يعني انت قدمت ولا لسه ما قدمت يا اختي الكريمة؟ لا ما قدمتش. والله انا يعني انصحك، مع هذه السن التي تحتاجي فيها الى من يخدمك، ان تصطحبي محرما والا جلستي، هذا افضل لك. لا، ما انا بتحرك، انا رايحه بس صحتي شويه كويسه، يعني بقدر اتحرك واروح واجي. يعني بقول لك، لان عندنا حديث عن الرسول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. أما معكيش محرم ولا تعرفي الرفقة الأمنة الآن، خليكي في بيتك أحسن لك. شكرا.